ديال المرحوم عاشر زهير الله يرحمه، بغيت نوجه واحد النداء للمغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، لا نوضح لهم شي توضيحات شي معلومات على المرحوم اللي كيحطوا عليه واحد الباطل، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. انا هاد الاخبار سمعتها، قالوا بان زهير كان في ايطاليا كيكذبوا. علاش هاد الناس كيكذبوا؟ حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم يا احلى متتبعين واحلى متتبعات، رجعت لكم من جديد بهذا الفيديو الجديد اللي كيخص الاب ديال زهير اللي خرج بواحد النداء كيوجهوا للناس والقنوات اللي تيكذبوا على ولده وكذلك على الاخت ديالو بشي اخبار اللي كتكون مزيفه. فنخليكم تسمعوا هذا النداء الاول اللي كيخص زهير، يعني كذبوا عليه. سمعوا شنو تيقول الاب ديالو. حسبي الله ونعم الوكيل، كيقولوا بان زهير كان في الايطالي وجا عند بوه جرى عليه الله ياخذ فيهم الحق. باش نوضح، زهير والعام الاول الله يرحمه كان جا لسبان، كان مشى حارق، راه الناس كتعرفوا صحابه اللي كتعرفوا اللي كانوا مشاو معاه، ودوز مسكين واحد شهرين تمايا في التشانترو في الخزيرات الجزيره الخضراء ورجعوه للمغرب. هذا الشيء اللي كاين، والناس بالك كتكذب، علاش كيكذبوا؟ شو ما كاع. كذلك تيوجه نداء للناس اللي ظلموا الاخت ديالو، قالوا بانها شدات 50 مليون مقابل التنازل على قضيه زهير. هنا غادوا كذبوا على بنت اختي، حطوا عليها مسكينه الباطل، ما دايره لا بيديها لا برجليها، قالوا بان دارت التنازل وشدت 50 مليون. فين هو التنازل؟ بنادم بكا كيكذب، الله ياخذ فيكم الحق. تا بنادم يديها في راسو وداش تيكذب. الانسان اللي بيخرج بشي تصريح يخرج بحال الحقيقه، ما يخرجش يغلط الراي العام بالكذوب بالخوى الخاوي. شو ما كاع باش بنادم يدير البوز باش يطلع قناه ديالو، والله يهديهم. هذا الشيء اللي كاين. هذا المقطع اللي جاي غادي نسمعوا التوضيح اللي كيخص الأسرة ديال زهير الله يرحمه، بخصوص الأم ديالو اللي قالوا بأنها كانت هاربة هي أخته، ما حضروش للموت ديالو حتى مات عجاو، فهي فقط كانت في زيارة العائلة ديالها. فسمعوا التوضيح بهذا الخصوص. بغيت نوضح شي أمور، كيقولوا بأنه كان جاري على ولاده، جاري عليهم وما كاينينش هنا، والمرأة عنده كربانة كيقولوا، والمرأة كانت في تيزويج عند والديها. شو هما الانسان علاش كيكذب؟ علاش كيكذب؟ فين كانت هربانة كاع؟ وهذا التوضيح راه كنت خرجت لي، كانت قالت مولت محسن كانت كذبت على المرأة عندي انا، قالت بأن المرأة عندي. وقع فيا الحال، انا خصني نوضح لخوتي المغاربة هذا التصريح هذا. قالت لهم بأن المرأة عندي انا كانت هربانة، وبأن الدري كان كيهرس المواعن في الدار، حسبي الله ونعم الوكيل. فعمرو مسكين هرس شي دار شي مواعن ولا دار مسكين شي مشكل، ما عمرو مسكين دار لنا المشاكل نهائيا. زهير من اطيب خلق الله، انسان بطل رياضي، راه تيعرفوا المدربين ديالو، من اطيب خلق الله، كان خدام فيه، راه تيعرفوا صحابه كلشي كيعرفوه، كان خدام في كافور، ومسكين كتب عليه الله هاد الموته هذه، وهذوك الله ياخذ فيهم الحق. حنا غندعوا من الله صافي، والقضاء نزيه راه غادي ياخذ الحق ديال. فبصراحه الاب ديال زهير في الكلام ديالو انسان محترم، ما كيجبدش العيب نهائيا، واخا الناس اللي هضروا في ولدو بالخايب ولا في الاخت ديالو، فهو انسان خلوق ومؤدب بزاف. فالميساج او الرساله اللي غنوجهوها له هو انه يحتسب بالله سبحانه والله يصبره، وان شاء الله كاع الناس اللي ظلموا زهير الله يرحمه ولا قالوا فيه شي كلمه خايبه ربي غادي يجازيهم في الدنيا قبل الاخره.